اليوم لما بنحكي عن منطقة الشرق الأوسط هي بمرحلة بسموها الجيوبوليتيكال أبهيفل، يعني اليوم في تحول أساسي. السابق بهذه المنطقة هو اللا استقرار، يعني لما بنحكي عن الهلال الخصيب، العراق، سوريا، لبنان وحتى فلسطين، اليوم عم نحكي عن إسرائيل. يعني اليوم الهلال الخصيب بلا استقرار، ولكن من ضمن عولمة كتير مهمة، من ضمن عودة الرب أو الإله. اليوم عم نشوف على revival of God بطريقة معينة بإيديولوجيات مختلفة. اليوم المنطقة رايحة على تحول جيوسياسي، رايحة على تحول بميازين القوى، وهذا الأمر بيستلزم دراسة المنطقة من مفهوم أمني، مفهوم جيوسياسي، حتى اقتصادي واجتماعي. في دول ثابتة بالمنطقة أنا بسميها المثلث الإيراني التركي والمصري. منشوف بقلب المثلث المعارك الطاحنة التي تدور على من يسيطر على المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، تحول الكبير 11 أيلول 2003 بالعراق، والانسحاب بال2011 خلق إعادة رسم التوازنات بالمنطقة. وهذا الأمر بده يخدنا على شغلة كتير مهمة اسمها المعضلة الأمنية، السيكوريتي ديليما، يعني الأمن الخاص فيك هو تهديد لألي. شو بعمل؟ بصير في سباق، وهذا السباق مرحلته ساحته اليوم العراق وسوريا وحتى قسم لبنان، والصراع الأساسي هو في الحصول على السلاح. اليوم بالمنطقة في حظر سلاح على إيران، تذهب إيران إلى روسيا، ودول الخليج تحاول أن تنشئ ما يشبه بالناتو، يعني من ضمن قوة معينة اليوم عم نشوفها تحارب باليمن. الميجر بلاير بالمنطقة هو المملكة العربية السعودية. ليش؟ لأن المملكة العربية السعودية المنتج الأول للنفط بالعالم، بين وبين يعني روسيا. اليوم أمريكا بعد الشيل غاز أو الغاز الصخري في تحول أساسي، ولكن 10 مليون برميل بالنهار. المملكة العربية السعودية عندها احتياط يقدر بال 600 ل 700 مليار، قادرة، عدد سكان قليل. اليوم المملكة العربية السعودية يمكن نمبر 1 بالعالم نسبة المصروف على الدفاع من الجي دي بي الخاص فيها، تقدر ب 6%. 6% كتير كبيرة، نسبة كبيرة. ليش؟ لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الهايبر باور عندها 4% من الجي دي بي يصرف على الدفاع، يقدر ب 600 مليار. التحول الثاني اللي صار انه المملكة العربية السعودية لما ساعدت لبنان ب 3 مليار اولا، بعدين بوديعة مليار دولار، رفعت نسبة مصروف الدفاع بلبنان بالنسبة للجي دي بي او الدخل القومي وصل ل 6%. فإذا اليوم المنطقة بأي تحول جيوسياسي وبأي صراع، من سيكون في المنطقة هو الأساس. رايحين على مرحلة سباق تسلح، الولايات المتحدة الأمريكية بتقوده بشكل أساسي، لأن الدول العربية وبين هلالين السنية إذا صح التعبير أو الحلفاء، هي الدول اللي معها مصاري، دول الخليج أو جي سي سي وإسرائيل حتى، تريد الولايات المتحدة الأمريكية تطمينهم. هن صار عندهم ما يسمى بالشعور أنه هناك قوة مهيمنة بالمنطقة آتية، كيف بدنا نوقفها؟ عملية الردع هي بالكواليتيتيف أج تبع هذا السلاح. ولكن اليوم إيران لما بنحكي عن البي 5 بلس 1، توقيع الاتفاق النووي، فإذا هي خلقت رادع أساسي، ولكن خلقت ميازين قوى سيؤدي في وقت لاحق إلى سباق تسلح نووي. اليوم تتهم المملكة العربية السعودية أنه هي تنسق مع باكستان، يا تأخذ ريدي بوم محطوطة عندها أو ينطنعت التكنولوجيا النووية. واليوم عم ينحكى أنه فرنسا بدأت تساعد بالتكنولوجيا النووية، لأنه بوقت من الأوقات إذا ظلت المملكة العربية السعودية بنفس الاستهلاك، نسبة الاستهلاك من الإنتاج النفط، قد تصبح بال 2030 مستورد أساسي للطاقة. فإذا اليوم رايحين على السلاح التقليدي في صراع للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هي أساس. اليوم عم ينحكى بالأس 300، يعني الصواريخ المضادة للطائرات، شغلة كتير مهمة أن توضع في سوريا بعد أن أتت روسيا، معناتها أنت رايح على لعبة جيوسياسية أساسية. ستشعر تركيا أنها معزولة، ستشعر إسرائيل، ولا شو اللي بيمنع، شو اللي بيفسر ذهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لحتى يشوف رئيس بوتين، لقول له شو بدنا ننسق بالمعنى السوري. المرحلة الثانية رايحين على صراع كبير على الدائرة الصغرى بالمنطقة، شو بده يصير بالتوازنات بالمنطقة. الأهم من هيك، أي شكل من النظام الإقليمي بدنا نشوفه بالمرحلة القادمة،
لانه لما بنحكي عن الريجنال اوردر او الورد اوردر، لما بنقول اوردر يعني بنحكي نظام. بالنظام في لاعبين، في عندنا تراتبيه، وبالتراتبيه تعتمد على البي ام اي اي يعني بوليتيكال ميليتري ايكونومي انفورميشنال. لا تبشر المنطقه انه رايحين على مرحله استقرار قريب. منهم بيقولوا اليوم منطقه الشرق الاوسط هي الشاتر بيلت، هي الانترفيس بين اوروبا وبين اسيا الصاعده مع الهند والصين. منطقه الطحن الاساسيه هي منطقه الشرق الاوسط. اذا اخذنا داعش اليوم، طب خلينا نكون واقعيين ونقول انه هل كان دول الولايات المتحده الامريكيه في دعمها مباشر او غير مباشر؟ اكيد. ولكن اليوم مثل ما بيقول لورد بالمرستون، ما في صداقات دائمه، في مصالح دائمه. حتى ايران بوقت من الاوقات عند غزو افغانستان بال2001 ساعدت عناصر من القاعده كي تضرب الولايات المتحده الامريكيه بوقت لاحق بالعراق. فاذا اليوم هل تساعد المملكه؟ ايه، بس من ضمن التولز، يعني انت بتاخذها كوسيله لازعاج ايران، لازعاج النظام بسوريا. اليوم داعش ليست بنت نفسها وبنت ذاتها، يعني الا بال2006 بال2004 مع ابو مصعب الزرقاوي اساس. اثنين، سلوك القيادات الشيعيه عم ادى الى هذا الانفراد خاصه بالسنه. اثنين، ما تبقى من البعث كان جزء اساسي بصعود داعش. واليوم لما بنحكى عن داعش بنحكى عن منطقه اساسيه هي بين العراق وبين سوريا، هي المنطقة التاريخية اللي كانت متواصلة مع بعضها. إجا سايكس بيكو وقصة، بيقول عنه ابن خلدون، بين الحضر والبدو، وبين الفورجر وبين الهانتر جاذرر. اليوم عندنا نفس الهانتر جاذرر من ضمن القبيلة بقلب منطقة صحراوية مترابطة مع بعضها بالمعنى الجغرافي وخاصة على الطرق. مش هناك بنشوف ثلاث ركائز أساسية لداعش، هي الموصل، الأنبار، والرق. ولكن هيدا الفرق بين هاي المنظمة وغيرها، واحد إنها دولة تتهم بالإرهاب، لها العقيدة التكفيرية تبعيتها، بلد خلافة. يعني اليوم هيدي الداعش موجودة على مساحة معينة تعادل مساحة الأردن، لديها من الأموال من بيع النفط، من بيع الأثرات، من الخوة، من الخطف، وبالتالي من بيع النفط بطريقة غير لا شرعية. أنه أخذوا البنك المركزي بالموصل ما يقارب 500 مليون دولار. اليوم تقدر ثروة داعش ب 2.3 مليار دولار. بالمعنى الإيديولوجي تركت العملة الخضراء أو الدولار وراحت على العملة الذهب. فإذا رايحين على مرحلة جديدة، لأنه لا تركيا بدها إياها بالمعنى الأساسي، خلاف سياسي، خلاف إيديولوجي. لا أمريكا بدها إياها كمان في حملة دولية، للمملكة العربية السعودية بدها إياها لأنه حطتها على لائحة الإرهاب، للعراق بده إياها. واليوم بالمجيء الروسي إلى سوريا يبدو أنه هذه المنطقة مطوقة من كل الجهات. هلأ على المدى البعيد ما إلى دور عسكري، ولكن يبقى كيف نقاتل داعش بالمعنى الإيديولوجي بالفكر إن لم نجد حلول سياسية اقتصادية واجتماعية لما يجري في سوريا، لأن سوريا تغيرت، لم تعد سوريا كما نعرفها في السابق.